بسبب سوء الأحوال الجوية. اليوم رغم الأمطار وسوء الأحوال الجوية حضر أكثر من 8000 زائر للمشاركة في هذا الحفل في نفطة في الدورة الثانية لمهرجان الكثبان الرملية الإلكترونية. الطقس بارد جدا لكن الأجواء رائعة. جيت على الدون الإلكترونيك أول مرة، صبت مطر البارح وخرناها شوية، ان شاء الله تكون اليوم سافا وتتعدى مزيانه. رؤيه اخرى للصحراء، ان شاء الله مطر صبت البارح وش نشوفوا اللي يجون في الصحراء ان شاء الله. تعزيزات امنيه مكثفه امنت هذا الاحتفال ومثلت مؤشرا ايجابيا لضيوف الجريد. نبلغوا الرسالة للناس الكل اللي تونس معناتها حية وتونس تقدم وتونس عندها تظاهرات ومن أعلى طرز إن شاء الله وديما من أحسن إلى أحسن. هذه التظاهر على مستوى الموسيقى، لكن نحن عندنا طموحات للجهة هذه باش نستغلوا أكثر معناتها الوجه السياحي نتاع الجريد ككل، سواء في نفطة ولا في توزر ولا في أي مكان معناتها نتاع الجريد، وهو يعني منطقة عظيمة من تلا معناتها الحضارة نتاعها وتاريخها وتقاليدها. الدورة الثانية للكثبان الرملية للموسيقى الإلكترونية حققت حضورا جماهيريا وصل إلى 10000 متفرج و500 إعلامي من دول العالم. وكب هذا الاحتفال حسب المشرفين عليه. على إيقاعات الموسيقى الإلكترونية نتحسس جمال الصحراء التي تشد ضيوف الجريد إليها.